حالة، أي مربع مربع الحالة. تفضلت المربع قبل الوقت. سمعتي السؤال اللي طرحناه اليوم؟ سمعته. طريقة تأديب كيفاش تكون؟ تأديب والله كل مرة كيفاه. واش من الوسيلة تستعمليها بزاف؟ نستعمل كلش. ليك روا ولادك غير يشوفوها يعرفوا بلي راح يدوا لها روا. الطريقة اللي يكرهوها ولادي هي شغل اللي نهضر ونعاود. تبقاي تكرري لهم في الهضره، ايه يكرهوا كي تعاودي لهم الهضره بزاف. نوض تقرا نوض تصلي نوض تقرا نوض تصلي يكرهوها. ومن بعد ينوضوا ولا ما ينوضوش؟ ما ينوضوش. هذيك هي الحاجه اللي تستفزني اكثر واكثر. والضرب تضربي ولا ما تضربيش؟ نضرب. باش تضربي؟ والله كيما قالت لك المتصله اللي جات. هي قالت لك كرسي حكمته وضربته به. انت واش اصعب طريقه ولا اخطر وسيله استعملتيها واش هي؟ لا ما نستعملش هاد الحوايج. نستعمل حاشاك البليغه الله يعزك. وتيو البلغه هذيك تاع النيلون تاع بكري، هذيك تاع الماء هذيك. واش ملاكوله؟ واش ملاكوله؟ فيولي. الفيولي كان عندها تاثير نفسي تاثير نفساني. كانوا كاع الامهات يجروا بليغه فيولي يحطها في الدار مش من البيت. العقوبه في البلوم. خلاص هي ارتاح شويه فيها راحه.